قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قطر معروفة بتمويل الإرهاب. وخلال مقابلة مع قناة سي بي إن نيوز أكد ترامب أن واشنطن ستنقل القاعدة العسكرية من قطر إذا اضطرت لذلك، مؤكدا على تمويل دوحة الإرهاب. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لدول غنية بدعم الإرهاب حتى يتوحش. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر تنظيم الحمدين، وذلك في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وبحسب البيت الأبيض فإن الاتصال تناول الجهود الرامية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو شهر. يأتي هذا الاتصال بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى المنطقة.